اسود. هو يوم اسود من اوله شكله. طبعا لسه نايم، ما وراكش اي حاجه. انا بكلمك من 8 الصبح. لا طبعا رحت الجيم وخلصت وجيت. بقول لك ايه، انا هخش اخد دوش واطلع اكل لقمه الاقيك عندي هنا. النهارده اجازه، عايزين نخرج. يلا سلام. الفستان ده عاجبني قوي بس سعره عالي عليا. انا اسفه يا مدام، احنا ما عندناش فصال خالص. هو انت شفتيني بفاصل معاكي؟ هو انا شحاته؟ خد الفستان بتاعك اهو، مش عايزه منك حاجه. خير يا هويده؟ في حاجه ولا ايه؟ والله يا استاذه ايمان انا ما قلتش حاجه غير ان احنا ما عندناش فصال. هو انت تاني بتتكلمي على الفصال؟ يا بنتي انت في محل محترم من الصوخ ده، وبعدين انا ولا فصلت ولا جبت سيره الفصال اصلا. معلش معلش، اصل هي لسه جديده مش عارفه النظام. هو ثمنه كام يا هويده؟ ثمنه 250 جنيه. خلاص انا هحسبه لك 200 عشان خاطر حضرتك اول مره تشرفينا. ربنا يخليكي، والله انت احرجتيني بذوقي. مبسوطه؟ ربنا يخليك. خلاص ماشي هشتري. شايفه يا بنتي المعامله والاحترام اتعلمي منها. خلي بالك من المدام يا هوايتي. اتفضلي يا مدام. يا نهار ابيض، مين خبط لي العربيه كده؟ مين الحيوان اللي عمل كده؟ وايه ده كمان؟ ده رقمي وانا مستعده ادفع ثمن التصليحات. حلو، كمان سايب رقمك. حيوان. الله، لا حلمي هو مش كبير قوي يعني، بس عند كل الناس على ما اعتقد. اول حاجه طبعا امي توفى صحه وسلامه وتكبر كده وانا موجود وما اكونش عايزه حاجه. الو، مصر طبعا تبقى في احسن حاجه. مين معايا؟ انا اللي خبطت لها العربيه يا استاذ النهارده. انا عايزه افهم حاجه، لما انتوا ما بتعرفوش تسوقوا بتسوقوا ليه وتكسروا عربيات الناس؟ بالراحه بس، هدي نفسك شويه يا ستي. اللي حصل ده كان غصب عني، عشان كده سبت لك رقم تليفوني وسبت لك اسمي عشان تكلميني، ولو في اي مصاريف انا ممكن ادفعها. يا فرحتي، المفروض ان انا اقول عليك دلوقتي ذوق وجانتي، مش كده؟ جاتك القرف في شكلك. الو، ايه ده؟ اول شهرين هعمل ايه؟ الناس قالت الذوق دي؟ انا غلطان نسيت لك رقم تليفوني عشان تكلميني. ناس زباله. صحيح، ولا يهمك يا بنتي، ده انا عربيتي بتتخبط وهي واقفه اكتر من وهي ماشيه. ده بوظ لي الاكسدام خالص، انا دمي محروق قوي. بس بقول لك ايه، باين عليه راجل كويس، يعني ساب لك رقم وعايز يدفع تكاليف الخبطه. محدش بيعمل كده اليومين دول. او انت فاكره ان انا هقبل اعوض منه؟ حاجه مستفزه قوي. والله كل كل، ما تزعليش. لا بس البنت شكلها حاطط عليك جامد يا ابني، انت وشك جايب مليون لون. دي بنت لسانها طويل، وانا برضو اللي غلطان. كان لازم يعني اطلع ذوق قوي واسيب لها رقم تليفوني عشان تكلمني. جنتل انت قوي، اديها حطت عليك وهزقتك في التليفون. مين ده؟ ما حدش يقدر يعمل معايا كده. انا اسر برضو. ايه ده؟ احمد بقول لك ايه؟ انا شاكه ان الواد اللي قاعد ورانا ده هو اسر اللي خبط لي العربيه الصبح. شاكه ليا؟ اصل صاحبه بيقول له اسر. هو في حد اسمه اسر اصلا؟ مفيش حد اسمه اسر. طب بقول لك ايه؟ رني عليه كده شوفي هو ولا لا. ايوه صح صح، ذكيه انت برضه. استني. Thank you.
مرنش. شكله مش هو، بس الصدفة غريبة قوي، ازاي يشوف اتنين اسر في نفس اليوم؟ اسم مش منتشر خالص يعني اسر ده. ازيك يا هويدا؟ اهلا اهلا يا فندم، ازاي حضرتك؟ اتفضلي. امال ايمان فين؟ دي خارجه تتغدى. وبعدين بقى في البنت دي مفيش فايده فيها، ما انا قايله لها هعمل الغدا واجيبه لكم. يا ميرسي يا فندم، والله احنا تعبينك معانا دايما. طب لحظه واحده بس اتصل بيها حضرتك. لا لا استني انا هكلمها. اوكي عادي بقى، كبري دماغك. دي مامي. بقول لك ايه، انا لازم امشي، دي مستنيني بقالها كتير قوي. يلا يا عم، عايزك تنزل معايا بقى نجيب بدل الفرح. وانت لسه لغايه النهارده ما جبتهاش؟ لا لسه طبعا مشغول. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ما احنا قاعدين يا جماعه لسه. يا ابني تحترم نفسك، احنا قاعدين فين؟ في كبرتاش حلوه انت الفوتوشوب. يلا. لا حقيقي يا سيدي، اطلع اجيب موبايلي نسيته في العربيه. لا يا راجل. اه فعلا. اجي معاك؟ لا خليك قاعد. تعالي تعالي اوريك الخبطه. اتفضلي. بصي بصي يا رحمه الاكسدام، بصي عامل ازاي. بجد قرفتيني من الصبح، عربيتي والاكسدام، عربيتي والاكسدام. دي منظر عربيه تزعقي عليها كده يا رحمه؟ يعني انت يعني لو عربيتك هي اللي مخبوطه كنت هتبقي عادي كده؟ طب يا بيبي تيجي اصورك سيلفي مع العربيه؟ اه بليز صوريني سيلفي مع مع الاكسدام ونزليها على الانستجرام يا بيبي. اوه يا بيبي انت بارده، انا مش هقدر استحملك ولا انت ولا عربيتك. طب روحي اركبي عربيتك. باي باي. روحي اركبي عربيتك وانا هخبطك دلوقتي عشان تحسي بالمأساة اللي انا فيها. يا غلسه. صدفة غريبة قوي. حاجة غريبة قوي. ايه اللي حصل؟ صدفة عجيبة ما تحصلش غير مرة واحدة بس في العمر. في ايه؟ فاكر البنتين اللي قعدوا قدامنا من شوية؟ الموزتين دول؟ اه. واحدة منهم طلعت البت اللي انا خبطت لها عربيتها النهاردة الصبح. لا يا راجل. اه شفتها وهي خارجة دلوقتي. صدفة غريبة جدا. صدفة صحيح. ايه ده؟ هي طلبتني من شوية. لا يا راجل. طب ما اكلمها. يا عم اكلم مين؟ لسانها طويل وانا ما بحبش الصنف ده بصراحة. بس مزة جامدة قوي. هي مين فيهم؟ انت عارف مين فيهم صاحبة العربية؟ اي واحدة اي ته مربوطة بالنسبة لي مزة. مالك يا ابني في ايه؟ امسك نفسك، انت فرحك بعد يومين خلاص. ايوه مش مشكلة بقى، يلا نفك كده قبل الفرح. ماشي فك.